السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بو الحصه تاع معزوزي قنبله من العيار الثقيل يا خوتي، وتحداهم في العداله، تحداهم في العداله. يكشف العصابه ويضرب بقوه، اليوم طرطقها زلزلها. الفيديو ممكن يطول ولكن الكل قد ما قدرت نقطع 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 الفيديو، كله مهم جدا يا خوتي. نستعرض به وطني حتى للنخاع، وطني حتى للنخاع، وتانيك مع طاوي وطني حتى للنخاع. الزوز صحفيين اللي ظهروا، شكرا واسمه حكيم فيسان، وجه لك التحيه دوكا. كي عيطت له واسمه المعزوزي، كي عيطت له هاد الزوز صحفيين عن بالك امام ومن اي قاسي يقلب الفيسا 60. قلت لكم ان الناس باينه اللي ما تبدلش باينين. واش مو من اي قاسي لو كان يبقى بالماضي، واش تعاود تولي تطبل كيما كنت تطبل له؟ اسمعوا باش ما طولش عليكم الفيديو يا ودي. اسمع اسمع، ما كان لي تصفية حسابات، ولينا نشوفوا الأسئلة شفهم يعني كامل هزلية، ولينا نشوفوا تصرفات صبيانية، ولينا نشوفوا يعني رانا نقصوا قيمة الصحفي النزيه. فهمتني؟ أنا ولا غاصا في كات موا قبل فقت باللي كاين مؤامرة ضد هذا الناخب الوطني. شفت باللي بعض الصحفيين كانوا يعني عطاو كما يقولوا عطاو الولاء لواحد العصابه باش صحفيين عطاو الولاء لواحد العصابه، والعصابه على بالكم بها عصابه صادي، عصابه صادي، وكاع الصحافه عطاو الولاء. كي تروحوا الصحافه كاع كانوا يقدسوا في صادي، ويجيبوا لنا صادي ويجيبوا لنا صادي، وهما دوك يقولوا هما نفس الصحافه اللي كانوا ضد بالماضي. اسمع، يفعلوا المستحيل ويدفعوا الناخب الوطني هذا اشخاص تسميهم عصابه، عصابه تتحمل عصابه تتحمل المسؤوليه، عصابه رياضيه، عصابه خدمت ضد الجزائر. تجبرني انت دائما على ان تتدخل، لا اريد ان اتدخل كثيرا في تصريحاتك مصطفى. اول كل من ينتقد تسميه عصابه؟ كاين فرق بين الانتقاد، وحنا وننتقدوا يا ابن عمي يا، وعندي دي فيديو مليار وننتقد فيه بالماضي، وننتقد ننتقد. كاين فرق بين تنتقد وتهدم وتكسر، كاين فرق بين تربح 8-0 وتجي مدرب مفلس تكتيكيا، كاين فرق بين تجي تنشر اخبار كاذبه قويري ماشي مصاب وراهي ماشي، راك فاهم؟ انت تقول لي انا ننتقد، انا شوف انا كي نتكلم ما نتكلمش بلا شيء، نتكلم بمعطيات. معطيات ذلك كي راك تقول لي على كي قلت لك هذا التعفن الاعلامي. شوف يا حكيم، ما نسيتيش النون تاعو باسكو نقدر من بعد نقول لك النون تاعو، مي انا وكان زعما غدوا يسالوني يعني العداله نعطيني الاسم تاعو. كاين واحد العداله راه يقول لك العداله، تما هنا راهو يطالب بالعداله، يعني معزوزي راهو يطالب بالعداله، راني هنا واجد باش نعطي حقائق وتصريحات تاعي كنت شاهد عيان. اسمع، نعطيني الاسم تاعو. كاين واحد يوتيوبر داير الرحل تما، على بالك بلي خلصوا له البي، خلصوا له الاقامه، والمهمه تاعو واش هي؟ يدير دي فيديو ينتقد بالماط، ربحنا خسرنا ينتقد بالماط. واش داروا له باش تشوف بليك كاين هاد عصابه حق، وحبوا هما اللي فيهم يحبوا يرموا علينا، يجي يقول لك بلي الزطشي راه يخلص فيك، وانا الزطشي انتقدت ونتحداك تنتقد صادي يا الخروطو. قال لك بلي انت يا راه يخلص فيك عماره، انت عماره ما ذبحته، نتحداك تنتقد صادي كيما انتقدت انا عماره. قال لك بلي زفزاف راه يخلص فيك، نتحداك تنتقد صادي كيما انتقدت انا زفزاف. قال لك بالماضي راه يخلص فيك، نتحداك تنتقد صادي كيما انا ننتقد بالماضي. خروطو هاوليك كشفكم صحافه كاع على بالها بكلش، الخطه والصراعه كاع الصحافه كاع ماشي كاع، كان الا من رحم ربي ما راهمش مشاركين، كاين الصحافه كاع راهي مشاركه في اسمع داروا له بطاقه الصحفي، يوتيوبر داروا له بطاقه صحفي، راك فاهم؟ هو ليس صحفي؟ ليس صحفي، هو اللي تريتري لانك ما قرا ما شاف. وزادوا تما في بواكي داروا له الاعتماد. كاين صحفيين ما عندهمش الاعتماد، هو عنده اعتماد. وانا نحكي لك هكذا علاش؟ باسكو انا فضحته صافي لونتون قبل، هو ضمن المجموعه هذه مع صحفيين زملاء سامحهم الله يتواصلوا معاهم
لوبجيكتيف تاعهم سي بالماضي. شوف كي تتكلم على عوامل الفشل، كاين عوامل اللي ادت تصريحات خطيرة. العدالة لازم تدخل، راهو قال لكم راني واجد، العدالة لازم تدخل لهنا، راهو قال لكم راني واجد، نصرح بالأسماء ونعطي لكم حقائق. إلى الفشل، تقنية راني معاك، لكن كاين عوامل خارجية. الضغط الإعلامي الرهيب، حتى مدرب موريتانيا كي واحد ما قال له هضر على الجزائر، هو سألوه على المنتخب الوطني، قال لهم المنتخب الوطني الجزائري كان ضحية. يعني ضغط اعلامي رهيب. او لا يوجد ضغط في الاعلام مثلا في لدى اي مدرب؟ اذا كنت لا تتحمل الضغط اذهب لتمارس مثلا مهنه، تروح في المسرح تزهي الناس. تحب الامثله؟ نعطيك امثله باش تقول لي. بون حكيم فيصل لازم يطرح اسئله، عادي جدا من حقه، بصح هو على باله باللي ماشي ضغط اللي صار على بالماضي، ماشي ضغط عادي، كانت حرب شرسه ممنهجه ومخططه بلي زار بيت بلي فار و و و و، يعني ماشي قضيه امر. اسمع، جابوه في البلاطو، وهذوك لي بلاطو كاين بعض لي بلاطو حاكم، ماشي انتم عندكم الحريه ولا ما تنتقدش بالماضي قبل كان، قبل الكان، اثناء الكان وبعد الكان، نفس الاشخاص نفس البلاطوات يجيبوك باش تنتقد بالماضي، سينو ما تجوش، ما تجوش سينو ما تجوش، وراهم حرموا عليه، راكو تشوفوا عنده مده ما زاد تبان، راكو شايفين ومؤمن داروا عليه، دار مؤمن قلب الفيسا باش نجوز، معليش ندور على جلب الماضي ولا اسم بالماضي ما يقولوش في البلاطو، يقول لك فات راح خلاص ولازمنا مدرب في اقرب وقت ممكن، راك فاهم؟ اسمع اسمع، ولا ما تنطقش بالماضي ما تجوز. شوف يا رحم بابك، هذا رئيس سابق دخل للسجن بسبب فساد رياضي، باع له وشرى لي ماتش، كاين الاوديو كاين لي بروف، خرج من الحبس استضافوه واش يتكلم؟ ما يتكلمش على التسيير، ما يتكلمش على الفريق نتاعو السابق، يتكلم على خيارات التقنيه اللي بالماضي. كاين واحد اخر، كاين واحد اخر مدرب مفلس ما يخدمش، يجيبوه باش ينتقد الخيارات التكتيكيه تاع بالماضي ويقول لك هذا المدرب مفلس تكتيكيا. له الحق مادام مدرب، له الحق. زين اسمع، المتتبعين دوك يجبد لكم مول كاسكيطا كي يتكلم مع صادي، ده اليوم طرطقها اليوم. وين راني نخدم على بالهم بليك ما كنتش نهضر، على بالي بلي كاين خطه. واش هي الخطه حكيم؟ الخطه هذه يدفعوا بالماضي الى الخطا هكذا. والخطا وشنو؟ انت كي تحب تحي بالماضي واش لازم يصراحك؟ لازم الفريق الوطني ينهزم يقصى، ولا ما تقصاش ليكيب ناسيونال، ما توصلش المبتغى تاعك. وصل له صادي، لذلك وصادي واش قال؟ راح للاعبين قبل المباراه تاع موريتانيا قال لهم مالغري تتكاليفاو راح نحي بالماضي، راك فاهم؟ ندير لو ماكسيموم باش انت ما تنجحش، لكن نسوا حاجه، كي ضربوا بالماضي ضربوا الجزائر، ضربوا الجزائر كلمت تاع الجزائر، هذه هي اللي قلتها في الفيديو اللي فات على صادي، ضربوا بالماضي ضربوا الجزائر ضربوا الجمهور، وهادو يعتبروا خيان، عصابه خاينه للوطن. خط احمر مصطفى، ان سمحت على المقاطعه قبل ان نذهب الى سيبورا، قالوا للجزائر خط احمر، نذهب الى سيبورا حتى اشركه في الحوار، هل هذا يعطي التاكيد الى ما قاله الصحفي الفرنسي مولينا؟ راني معاه 100%، لكن انا اتاسف لاني كنت الاول اللي تكلمت عن هذا الخطه الجهنمي. هنا راه ياكد باللي لا صادي تاع مولينا اللي قال باللي صادي راح للاعبين وكان حايب ينحي بالماضي من الاول، راهو واسمو معزوزي راهو يقول له 100% صح واش قال مولينا. ومعزوزي احنا قلناها من الاول، قلنا تكلم مع زوج لاعبين وكذا. اسمع يا باش ينحيوا بالماضي، اسمع 100%، لكن انا الصحفي الفرنسي مولينا راني معاه 100%، لكن انا اتاسف لاني كنت الاول اللي تكلمت عن هذا الخطه الجهنميه، خطه باش ينحيوا بالماضي، باش ينحيوا بالماضي صادي، خطه جهنميه راني نقول لك. هما لوبجيكتيف يتنحى برومي تور ليكيب ناسيون تقصى في الدور الاول وينحيوا المدرب. كانت بعض الاصداء، هذو مسؤولين درك انت انايا، انت ما راكش جوج، انا راني نعطي لك معلومات، وبعد ان شاء الله العداله، ولو وصلنا العداله نشوفوا بالاسماء، انا وعدت نكشف حتى الاسماء. راك تشوف راهو يتحدى في العداله، راهو ينادي للعداله باش يكشف المسؤولين، هادو مسؤولين منهم صادي والدراجي و و و وكاع، قال لك على راهو ينادي للعداله، قال له ما نقدرش نقول لك انا، وصح عنده الحق، تعيط لي العداله راني واجد. هذه الجزائر، هذه الجزائر كاع الجزائر، باش انت تضرب بالماضي وتضرب في نفس الوقت الجزائر، والله ما اسمح لك،
باسكو هذا مدرب. نريد دولة لا تزول بزوال الرجال كما قال هو ريبومدين، نريد فريقا وطنيا لا يزول بزوال المدرب، لكن ضرب الفريق الوطني في الصميم. انت تتمنى تخسر ليكيب ناسيونال غير باش يربح بالماضي مصطفى، ولكن الامور الرياضيه هذه في داخل كره القدم ما يشرح تحصل النتائج بالامنيات. واحد ما يحبكش كما كتقول انت تحقق نتائج، في النهايه انت من اعطيت هذه الفرصه وانت ما حققش نتائج. سيد بورايو جاي لك مصطفى مازوزي، وش هو يقول مصطفى على انه كانت مؤامره ضد ناخب وطني؟ صحح لي ان ربما زدت على كلامك. الناخب الوطني كانت عنده مؤامره باش ما يروحش بعيد، باش ما يروحش للدور الثاني من كاس افريقيا على الاقل. يقول لك ضغطوا عليه، اولا المدرب اي مدرب في العالم عنده ضغوطات تكون عليه ضغوطات، ثانيا اي مدرب ينجح هو فنيا، ما يهمه في الناس اللي هذه تنتقده وتقول لي مؤامره ما مؤامره. شوف حاجه الاولى باش نتفاهموا، الكلام اللي راهو يقول فيه معزوزي عنده الحق 100%. 100%. كاين كلام قالوا انا عارف، انا عارف كما قال كاين واحد الداوة وشراو له كاع على بالهم. انا نعرفه كاع الصحافه على بالهم، خص غير التحقيق. هذا ما كان تحقيق تكشف الامور، لازم يفتح تحقيق. راهو معزوزي راهو ينادي بتحقيق، وهذا راهو ينادي بتحقيق. كاع راهم على بالهم، كاع على بالهم والصراف المنتخب. احنا كنا نظنوا بلي الخونه والمؤامرات تجيك من برا، دوك المؤامرات والخيا خوانه من هنا لداخل، وهذه اصعب حاجه. اصعب كلامهم 100%، خاطر حنا تكلمنا عليها بزاف، وهذه اش كنا نقولوها خوانه في الجزائر. غلبت ود انت تقول لي الضغط، الضغط الضغط يجي من عند الجمهور، مدرب يجي من الضغط من عند الجمهور. إذا المشكلة أسمح لي استجاب لهذه الضغوطات. أنت فهمني، مدرب ما عندوش ضغط من الجمهور، عنده من الأطراف الأخرى من الصحافة فهم هذه درك هاي فهمني. شوف بالماضي هذا أنا باش نقول لك، أنا باش العالم يعرف اللي أنا إنسان حر، ما نعتمد لحتى واحد، انمي لا عند هذا لا هذا، ما عندي مصلحة مع بلماتي، ما عندي. انا انسان وطني، كلمتي نقولها حتى من ينتقد الاخرين هم وطنيين. حتى ما سمعوش الحكيم، كاين زوج حوايج. الحاجه الاولى مستوى باش الجمهور يفهم اللي انتيليجون الشعب فهم بلي كاين عصابه وكاين انت تكلم تاع الكلون، ما كاش كلون، كاين عصابه وكاين الشعب. الشعب حبيت ولا كره، كان عصابه وكان الشعب، والعصابه بالجزائر توب هذيك راهي تقول لكم غير كيما دارت منشور اللي يقول كلنا جمال بالماضي كلهم مخزنيين، واللي يقول كلنا صادي كلهم جزائريين. راك فاهم يا اخي الجزائر اللي راك تقول كلنا بالماضي انت مخزني، واللي تقول كلنا صادي انت يا جزائري حر. راك فاهم اليوم نقولها لك حبيت ولا كره، الشعب راهو مع جمال بالماضي بالدليل القاطع. قلت لك نفس الصحفيين، نفس المحللين، نفس اليوتيوبر، نفس بعض الاشخاص اللي لا علاقه لهم بكره القدم اللي كانوا ينتقدوا بالماضي ساندوا جميعهم ساندوا المترشح وليد صادي. والفين باين، وهذا اللي كنا نقولوه، وراهم خدمهم ويخلص فيهم صادي. ما شفتش انا صحفي يساند وليد صادي ويساند في نفس الوقت جمال بالماضي، دونك هنا ديجا سي با نورمال. هضر رئيس الفيدرالية انا فرحت ولا غير فرحت، قلت او موا الجماعه هذو اللي كانوا يساندوه يسكتوا. ايفيكتيفمون سكتوا، واش من القراءه اللي تعطيها؟ راك صحفي، كيفاش كانوا ينتقدوا كاع؟ هضر وليد صادي لازم نعاون الفريق الوطني، سكتوا الشيخ نيمبورت كي يدير اون ديديكسيون يدير قراءه. دونك احنا فرحنا ميم الزميل حسين جنان لافي تاع لاكان دار يا اخي من اشد المنتقدين لجمال بالماضي، دار فيديو قال لك اليوم نحبسوا الانتقادات. جميل، حاجه مليحه. مي احبس انت، احبس هذيك سي بور ترومبي لينمي، باش نغلطوا الشعب مسكين عنده النيه، الشعب هذا عنده النيه. يعني صادي تفاهم مع الجماعه تاعو قال سكتوا شويه باش نرقدوا الشعب. هنا راهو يتهم في صادي مباشره، وقال لك كاع اللي كانوا مع صادي وكاع اللي كانوا ضد جمال بالماضي كاع كانوا مع صادي. صادي قال لهم حبسوا باش نرقدوا الشعب شويه. اسمع يا صحافي، شوف جمال بالماضي كانوا ينوموه بلك صعيب، وكان صعيب
La FIFA, elle a réglementé les déclarations de joueurs de أسمع. بعد إقصاء الفريق الوطني من مقابلة موريتانيا. لاعب خلوق، لاعب متربي، نحب هذاك اللاعب عيسى مندي. ها قائد الفريق راح للجمهور باش يطلب سماح، شتموا له يماه، شتموا له الام نتاعو، فهمتني؟ ومن بعد واش صرا؟ اسمع، بعد نهايه المقابله كانت مجموعه من الانصار تكلمت مع رئيس الفيدراليه. اسمع، رئيس الفيدراليه يعني دار الواجب تاعو، تكلم معاهم ديجا احترام. ومن بعد شفنا واحد بالشابو كان تما تكلم مع الرئيس. اسمع، ساعه ابري نشوفه في الوتيل يشتم في بالماضي. انا لازم نفتحوا تحقيق. اسمع، هذاك الشتم هذاك وهذاك اليوتيوبر اللي كان يدير لي فيديو، هادو كانوا ضمن العصابه هذيك اللي كانت ماجوره، خاطر كاين بعض الصحفيين خلصوهم. قال لك كيفاش لقى مع صادي بعد ساعه؟ قال لك يعني مش ما يمرقاش، ويعني حتى المحكمه هو قال لهم عيطوا لي للمحكمه. قال لك كيفاش ساعه قبل تلاقى مع صادي وهذاك اللي لابس شابو الصفر موراها بساعه كانوا هجموا على اللوتيل؟ قال لك لازم نفتحوا تحقيق. والاتحاديه ما نددتش لحد الان على هذوك المناصرين، ما صارتش في العالم كامل لان خالصين من عندهم. اسمع مصطفى، اشخاص في مناصب، نعطيك دي زيكزومبل لم تجبني. هؤلاء الاشخاص، انا ما تهربش من السؤال، انا الاول اللي كنت نتكلم على المؤامره قلت لك الاشخاص والتسمية تاعهم من يقود هذه خليوها العدالة المؤامرة، من الأسماء والاسماء خليهم للعدالة، راهو يطالب في العدالة مع زوزي اليوم يقودها المؤامرة. قلت لك عصابة قد يستدعيك قاضي التحقيق الآن على خلفية هذا البرنامج. يقول لك أنت الآن بيكشف للناس، أنت حبيت في برنامج، سأتي إليك برايو في دقيقة. أنت في برنامج رياضي تكلم لك على شوفات، أنا يا عهد ربي لك هذا نفحه باسكو كاين مخطط باش يلحيو، ماشي هكذا تلحيو. ونعطيك امثله، نعطيك دي كرونولوجي. ها كتبت باش ما ننساش. ساتي الي بعد هذه الدوزيام. تروازيام حكيم، دوك حنا ما هدرناش هدره. انا جيت هنا في القنوات وقلت لكم شحال مره تسالني سؤال ونقول لك ما احنا ما خسرناش، كان احنا المفروض رحنا لكاس العالم. الاربيت دمرنا، الاربيت هذا ما هدروش عليه، تهضر على الاربيت ياكلوك. رحت دوك هنا راهو عاود ولا لهم بوراوي، عاود ولا لهم المدرب هذا، عاود ولا لهم الماتش تاع الكاميرون باللي مبيوع من الجزائر، قال لك تهضر على الحاكم ياكلوك. اسمع ما تكلموش نفس الاشخاص هذو، ما تكلموش على على التحكيم باش شو بليك عندهم سوء النيه. على بالك بليك حاكم صباح وعشيه كانوا يتكلمونا في كواليس افريقيا، كواليس افريقيا لازم رئيس يعرف كواليس افريقيا. على بالك باللي كان انا والله شوف ولا اسمح لهم زفزاف، انا ما اسمح لهمش باسكو السيد هذا جا باش يوصل العهده الاولمبيه تاع شرف الدين عمارة الذي استقال، ونفس الصحفيين اللي تبعوه الاستقاله، باسكو شرف الدين ما يسالش في تقنيا، ما يسالش في اقصاء تاع الفريق الوطني في دوالا هكذا. بصح هو داروا له لا بريسيون، هذا ما داروش لا بريسيون باش تشوف اللي كاين توجه. ربما قلت لك اسمع، ها ثلاث اشهر منذ سمح لي ما فهمتنيش، مي شوف عماره ثاني كان عام مش من ثلاث اشهر. قال لك زعيم الكواليس هو ملك، ما تقوليش ثلاث شهور، انت زعيم الكواليس قال لك باللي لازم نحمو بالماضي في كاس افريقيا هذه لازم نجيبو صادي وما كانش. قال لك التحكيم، والتحكيم ذبحنا بشهاده صادق، قال لك ثلاثه ضربات جزاء رسميه مع واسمه معزوزي راهو يقول لك ما هضروش، كانوا يهضروا على الرؤساء السابقين دوك ضربوا النح. اسمع برك عن برك، لا باش لازم نكونوا منصفين. قلت لك سي تروف نورمال كانوا يتكلمون على الكواليس، وكيخسر زفزاف، شفت نهار خسر زفزاف هما اللي دفعونا للفضيحه. على بالك الفضيحه الكبيره ماشي الاقصاء، هذا الفضيحة الكبيرة نتاع عهدة أولمبية تاع أربع سنوات بثلاث رؤساء. الفضيحة الكبرى المدرب الوطني يعني كان مستقر في العمل تاعو خمس سنين، جاب الثمار هذو خمس سنين، فزنا بكأس إفريقيا هكذا، فزنا بكأس إفريقيا ويخدم مع أربع رؤساء، زطشي، عمارة، زفزاف، ووليد صادي. هاوليك المشكل، دونك كانوا يقولون لي كوليس وصعيبه افريقيا لازم لي كوليس باش تفوز. ها صافي افريقيا دركي تنهزمنا ولا ربي تصبطنا
ما راكوش تكلوا عليه على الكوليس باسكو سا فو زاروج با اي فوالا احشموا شويه اذا زيد حاجه احشموا زيد اسمع مونديال مي الفيدراليه هذه ديجا فيدراليه لازم نقولوها الحقيقه هكا هذه الفيدراليه تصريف اعمال راهي تواصل عهده شرف الدين عماره وزفزان لست مقتنع بها؟ لا انا ما رانيش مقتنع 100% لانها ياك ما حماتش النخب الوطني ما حماتوش او كونترير اعطت الفرصه لهذه العصابه ان تتحرك بكل حريه نزيد لك او كونترير عطات الحريه للعصابه الصحافه باش تتحرك بكل حريه باش يطيروا جمال بالماضي صادي شاري كاع الصحافه بدراهم باش يشدها وجا شدها وباش يطير جمال بالماضي حبيتوا تحبسوا يد صادي حبسوا وزير الشباب والرياضه ما طوش عليكم خاوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام.